في خطوة مفاجئة وقبل 3 أسابيع من الموعد المحدد، أصدرت الإدارة العامة للمرور في السعودية أول رخصة قيادة لعشر نساء. وذكر بيان حكومي أن النساء العشر التي صدرت لهن رخصة قيادة كانت لديهن بالفعل رخصة قيادة سيارات في دول أخرى، منها بريطانيا وأمريكا ولبنان وكندا. وخاضت النساء العشر اختبارا قصيرا للقيادة والنظر قبل إصدار الرخص بالإدارة العامة للمرور في الرياض. وتستعد المملكة لرفع الحظر الوحيد المفروض على قيادة النساء للسيارات في العالم أواخر الشهر الجاري، في خطوة وصفها العديدون بالتاريخية والمفصلية، حيث سيتم فتح الباب أمام النساء لاستخراج رخص للقيادة وحضور دروس قيادة سيارات في أماكن مخصصة للنساء فقط، بل إن بعضهن يتدربن ليصبحن قائدات سيارات لشركات مثل أوبر. وكثيرا ما اشتكت النساء السعوديات من ارتفاع تكلفة استئجار سائق أو استخدام سيارات الأجرة أو الاعتماد على أقارب من الذكور للوصول إلى العمل أو أي مكان آخر.